طبعاً أني حارس لعبة الحبار اليوم إن شاء الله رح أشوف أبنائي. طبعاً أني أعيش بهذا البيت البسيط الخرافي وأبنائي بالطابق الثاني مال البيت مالتي الأسطوري. ألا وأبنائي طبعاً رح أعرفكم على أبنائي كالعادة. طبعاً هذا أبو جاسم، هذا جويسم، وهذا إحميد. إحميد تعرفونه معتقد كلكم، أبنائي كلكم تعرفون الشيء أكيد. هذا أبو جاسم، هذا جويسم، وهذا إحميد. حفظونه، ماذا منه؟ أبو جاسم، وهذا منه جويسم، وهذا إحميد. أوكي، طبعاً اليوم إن شاء الله رح شنو رح نسوي؟ رح نروح نسوي رحلة كهفية. ليش؟ لأن يعني الصراحة الموارد صارت ما عندنا. لا بابا، إحنا ما نريد رحلة كهفية، إحنا نريد بيت جديد. شنو؟ يردون بيت جديد؟ أنا الصراحة وعدتهم إنه رح أسوي لهم بيت جديد، بس مثل ما تشوفوا ما عندنا فلوس. خلي أشوفكم الصندوق اللي جوا، كل شيء ماكو بيهن ولا فلس. يعني شلون رح أسوي لهم بيت جديد وأني ما عندي فلوس؟ أرجوك بابا، أريد بيت جديد، إحنا أرجوك. خلاص اسكت أبو جاسم، خلاص رح أجيب لك بيت جديد. بس قبل كل شيء بينا موارد شباب. طيب أبنائي دا يقولون يردون بيت، خلاص أنا مستعد أسوي لهم بيت جديد يخبل. بابا ها شكو شنو دري طبعا البيت اريده من البلوكات لعبة الحبار او من البلوكات حراس لعبة الحبار، ما اريده بيت يكون خشبي. اوكي خلاص ما عليكم ابنائي، راح اسوي لكم اي شيء انتم تطلبونه من عندي. ايه بابا راح اسوي لنا بيت. سكتوا لا حد يحكي. طيب شباب بنات، انا تورطت هسه. ليش؟ لان الصراحه ما دا اعرف حرفيا من وين راح اجيب الموارد حتى اسوي لابنائي بيت اسطوري. طيب شكو داخل الصندوق؟ والله كل شيء ماكو، والله ما ادري شلون ورطه هاي. شباب شنو لازم اسوي اني؟ يعني انا لازم هسه اشوف لي فد واحد يساعدني. اوكي طيب خلي اروح مثلا الصديق محمد، خلي نشوف وين صديق محمد. شباب اكو صديق يشتغل وياي في نفس اللعبه، ذاك اللي عنده قناع اسود، عرفتونه؟ ذاك اسمه محمد، وان شاء الله راح يساعدنا هوايا شباب، وراح يساعدنا وراح ينطينا البيت مال الحراس لعبه الحبار. اوكي لان انا وعائلتي لازم ننتقل لغير منطقه. ستاك 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ستاكات بلوكات دايموند. الله علينا شباب، الله علينا، محصلين 10 ستاكات بلوكات دايموند. طبعا اني حارس لعبه الحبار، ما حد يقدر يحاكيني لان اني حارس. اي لقيته محمد. اي الحمد لله والشكر على كل حال شباب، لقيته الحمد لله. يلا هسه خليني اروح لمحمد اول مره واقول له شلونك، شلون الصحه؟ بس شايل القناع هسه اليوم. هاي سلام عليكم محمد، اهلا وسهلا. شلونك، شلون الصحه؟ اهلين وسهلين ومرحبتين بالزين. طبعا انا محمد الصراحه ابنائي دا يطلبون من عندي انه اني اسوي لهن شنو؟ اسوي لهن بيت. شنو؟ يعني انت راح تسوي بيت؟ اكيد يبي لك هواي فلوس. طيب اني هسه انت بس قل لي كم انت تفرد من فلوس واني اقدر اجيب لك اياهن. بس انصحك هسه ما تسوي بيت، لان البيت هسه صار اشياء قديمه ماينكرافتيه. شنو يعني البيت صار اشي قديم؟ الناس ما عاد تسوي بيوت لو شنو؟ اي لان هسه الناس صارت تسوي قلعات، على مود شنو؟ على مود القلعه دوما تكون اكبر ويعني كلش حلوه وفخمه كثير يعني، فالناس صارت تسوي قلعات. اذا جاي تلاحظ هنا اذا تدور شوي بهاي المنطقه مالتنا راح تلاقي هواي ناس مسوي لهم قلعات وصار ما عاد يسوون بيوت. اوه والله خوش فكره هاي. خلص شباب راح افاجئ ابنائي انه انا راح اسوي لهم قلعه اسطوريه. اي وين قلعه اسطوريه؟ ترى يحتاج لك هواي فلوس يا الزلم. ما عليك بي، انا اجيب لك الفلوس، شلك علاقه انت؟ ما جبت لك الفلوس، انا اعرف حراس مال لعبه الحبار، راتبهن الشهري كل شهر 10 حبات دايموند، من وين راح اجيب لك هاي الكميه مال الفلوس؟ شعلت بي، انا اجيب لك اياها، بس انت قل لي كم وانا ان شاء الله راح اجيب لك اي فلوس انت تريدها. اوكي خلاص. طيب هسه الصراحه ما اقدر اساعدك لان ما عندي صندوق، اتمنى انك تجيب لي صندوق. اوكي خلاص شغله كلش بسيطه، هذا الصندوق موجود يمنا، راح اجيب له صندوق واخلص من هذا العذاب. اوكي طيب شك او ماي جاد، بعد داخل الدايموند، خلنا ناخذه، والله رهيب شباب. والله الحظ ويانا ماشي تمام. فول واو شوفوا الدايموند اللي عندنا شباب. واكو هنا اذا جاي تلاحظون تشست بليت وبنطلون ايميرالد. لا انا ما احب اللون الاخضر، انا احب بس اللون الاحمر. اوه هلاك ردستان هنا، حلو والله العظيم حلو شباب. دقيقه ثواني، اكو شغله ببالي ابي اسويها، بس اول مره يحتاج لي كرافتنج تيبل.
خلينا نروح لهذا المخزن. اي موجود. طيب نقدر نسوي لنا دروع مال ريد ستون؟ لا ما نقدر. يعني اذا على هاي الوضعيه لازم نسوي لنا بلوكات مال ريد ستون ورا نسوي لنا دروع مال شنو؟ مال ان شاء الله ان شاء الله دروع لون حمر، لان اني حارس لعبه الحبار احب بس اللون الاحمر. اوكي خلي مثلا اسوي لي تشست بليد، اسوي لي مثلا بنطلون، اسوي لي خوذه وابوت. بهاي الطريقه صار عندنا فول ارمر ريد ستون يا شباب. والله العظيم فتشي من اربع ما يكون. او ماي جاد شوف الشكل مالتنا شلون صاير، والله كان فضاء حرفيا. طيب ابناء اليوم ما راح اروح لهم، او ما راح اروح لهم، يعني الصراحه هسه قربت تصير الدنيا ليل واني عندي سرير هنا أنا. تمام شباب. طيب هسه خلي نذب كل الشغلات اللي ما نحتاجها، حتى هذول الدروع ما نحتاجها، لان يعني تعرفون شباب احنا ما نحب اللون الازرق، نحب بس اللون الاحمر. اوكي طيب هسه هذا الصندوق اللي قال لنا عليه هذا عمو، خلينا نروح ننطيه اياه. اوكي يلا عمو تفضل تفضل محمد صديقي، يلا جبت لك الصندوق، شنو تريد بعد هسه؟ طيب انا هسه اريدك تنطيني 15 ستاك بلوكات دايموند. اوكي شنو 15؟ شنو هذا شباب يريد 15؟ خلاص راح اشوف كم عندي من ستاك. ستاك 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هذول بس 14 ستاك بلوكات دايموند. لا وين 14 ما يكفن، يبي لك بعد ستاك بلوكات دايموند. اي حتى انا اقدر اساعدك، اذا ما راح تجيب لي هسه ستاك بلوكات دايموند ترى ما اقدر اساعدك انا نهائيا. اي طيب خلاص خلاص اوقف هنا. والله العظيم شباب لازم اجيب لي هسه ستاك بلوكات دايموند باي طريقه. طيب هذا الصندوق شكو بي؟ ماكو بي دايموند. لا شباب بس شلون ورطة هاي؟ طيب هذا الصندوق؟ لا شباب ما موجود. لا 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 بس شلون ورطة هاي؟ يا رب يا رب يا رب، هذا كله كابل ستون ما ادري شنو. ماكو دايموند، اريد استاك بلوكات دايموند حتى هذا الورع يساعدنا شباب. الله اكبر. او ماي جاد شباب ماكو دايموند. هسه منين راح نجيب الدايموند احنا هسه؟ طيب خلاص راح ننام بالشارع اليوم، ماكو مشكلة. خلاص اي دقيقة ما نقدر ننام حتى. يا الله هسه شلون ورطة هاي؟ حرفيا اول مره ما الاقي لي دايموند شباب. والله قبل شويه لقيت لي هواي دايموند بس هسه ماكو شباب. والله ما ادري، يلا خلينا نروح لنا وان شاء الله باكر الصبح نروح ندور لنا على دايموند باي طريقه. اوكي يا شباب. طيب ماكو مشكله هسه اخيرا نجي الصبح. طيب صباح الخير عمو عمو عمو، والله الصراحه ما لقيت لك ستاك بلوكات دايموند، ارجوك تسامحني عليه. لا لا والف لا، انا ما سامحك، يلا خذ فلوسك وانقلع يلا. ارجوك عمو ساعدني، والله اطفالي يردون البيت، ارجوك بليز بليز عمو، الله يعطيك العافيه. يا الله خلاص خلاص راح انطيك شيء ثاني مقابل ستاك بلوكات دايموند، بس هذا الشيء الثاني كلش صعب. او ماي جاد، اهم شيء انه احنا راح ناخذ البيت. اوكي يلا شيني شنو هذا الشيء الثاني؟ الشيء الثاني هو بكل اختصار لازم هسه كل المتابعين يضغطون على ذاك الزر الازرق اللي هو زر اللايك، ويضغطون على هذا الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك، يضغطون على الزر الرصاصي اللي هو دفع الجرس شعارات. روح قدام يلا روح روح. اوكي خلاص وين نروح؟ والله ما ادري شباب. طيب خلينا نشوف وين راح يودينا. اي هذا زر اللايك وهذا زر الاشتراك وهذا زر تفعيل جرس الاشعارات، لازم هسه كل المتابعين يسوون هذول الشغلات على مداني ينطيك شنو؟ على مداني ينطيك شو اسمه؟ اسوي لك القلعه اللي انت تريدها. اوكي؟ الله عليكم شباب بنات، والله الشغله كلش بسيطه عليكم. يلا كلكم ضغطوا لايك اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات حتى هذا عمو محمد يساعدنا. الله عليكم شباب. طيب خلاص هسه بعد اكو شيء ثاني. شنو؟ اكو شيء ثاني؟ يا اخي شنو تريد من عندي انت؟ شنو تريد؟ لا اذا ما راح تسوي لي هذا الشيء ثاني ترى ما حنطيك ولا شيء ترى. اوكي خلاص خلاص خلاص، بس قل لي شنو هذا الشيء ثاني، يلا سريع خلصني من هذا العذاب ارجوك. خلاص الشيء الثاني هو بكل اختصار لازم تقتل واحد من ابنائك. شنو هاي؟ مستحيل هاي، اقتل لك انت وما اقتل ابنائك. اي 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 هاي المشكله، لازم تقتل واحد من ابنائك على مود اني اقدر اعوض لك ستاك بلوكات دايموند الخساره. اي شباب وبنات تقول لي هذا لازم نقتل واحد من ابنائنا، اكتبوا لي بالتعليقات اوافق او لا، اكتبوا لي نقتل ابن حراس لعبه الحبار او لا. والله ما ادري شباب.
يكون إشي مرة بطل شباب حرفيا. بس والله العظيم نسيت أصلا حتى المكان مال هذا الصندوق. طيب خلينا نفتح هذا الصندوق بلكت. لا ما ماكو شيء هنا. اي هذا الصندوق يا رب شباب، ادعوا لي انه يكون بي موجود ستاك بلوكات دائما حتى نخلص من هذا العذاب. يا الله اويلي يا بي شباب، والله ورطه هاي حرفيا تورطنا شباب. وذاك محمد ما ادري وين راح. ايوه هذا بعده موجود هنا طبعا. طيب شباب لازم ندور حرفيا، لازم ندور باي مكان باي مكان شباب، لازم ندور لنا على الدايموند. طيب هنا اكو حبتين، اجت لي فكره خنفوشاريه شباب. اني راح اشتغل وراح اتعب على مود ابنائي ما يموتون اوكي، وهنا اكو حبتين حلو اوكي تمام. هسه حصلنا أربعة تمام، حلو 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 حلو. هسه اقول لكم شنو راح اسوي شباب، هل تفكرون في ما افكر؟ خلاص راح اخذ لي بس خشبايه من ناني، وهسه اقول لكم شنو راح اسوي اني. هسه اقول لكم ان شاء الله هاي الفكره راح تعجبكم بشكل مو طبيعي اوكي. ناخذ لنا خشبايه من نانا تمام. هسه اللي نحتاج نحتاج له كرافتنج تيبل. أنا أسوي أي شيء غير إني أقتل أبنائي تمام؟ طيب أسوي لي خشباية هنا وخشباية هنا، يصير عندنا استكات ويصير عندنا هسه بهاي الطريقة سيف وشفل أوكي؟ هسه يا سيف أقصد بكاكس. طيب أنا لازم أكسر لي فد بيت، لازم أكسر لي فد بيت. طيب شنو هذي؟ هذا الدامج دا يسوي هنا بهذا المخزن مال الحجر؟ ما أدري شنو دا يسوي هنا هذا شو اسمه؟ شنو هذي؟ بس أريد أفتهم. طيب بس احنا شباب محصلين 7 حبات دايموند والله العظيم، 7 بلوكات دايموند والله العظيم فشي اسطوري. طيب هذا خلي انترسك كابل ستون حتى ما يبين. هاي شنو هذا اللي فوق شباب الدايموند؟ لازم امنه كله نخره شباب، والله مو وضعي هاي. شنو هذا الدايموند؟ والله ما ادري شنو السالفه ايش دا يصير. طيب شباب اني هسه ما عندي خيار ثاني غير اني اخمط على مود ما اقتل ابنائي شباب، يعني اقتل طفل من اطفالي على مود احصل لنا بيت. خلص نبقى بالبيت مالتنا بيكون احسن، بس اني اريد ادلع ابنائي، اني على موتهم بدي اسوي هذا الشيء الصعب، بس شو اسوي؟ ما بيدي شيء شباب، خلاص هذا الاوامر مال هذا الورع محمد شباب، الله لا يعطيه العافيه شباب، لان يعني الصراحه دا يطلب مني شيء مره صعب. طيب هذا البيت مره خايس، خلي نروح من هنا نفلشه. اوكي اوكي لقينا اماكن انه احنا نفلشهن او نكسرهن او حتى نستفاد من الدايموند اللي عندهن، اللي من والله العظيم هالشيء يعتبر من اروع ما يكون يا شباب بنات، اوكي؟ نروح لهذا المحل. والله محل رهيب شباب، حرامات انه احنا نكسره. طيب هو اصلا نصف ديرت ونصف دايموند، مو مشكله حتى اذا يروح كله اني شو اللي علاقه شباب، اهم شيء ابنائي ما يموتون وما يصير لهم اي مكروه. خلاص اوه شوفوا هذا يبيع، هذا المحل يبيع سمك، شو يبيع هواي شغلات، يبيع حلاوه او علج ما ادري شنو. اوه ماي جاد يبيع بوب كورن او شباب فوتشار او شاميه حلو، يبيع روبيان اوه ماي جاد او جمبري ما ادري شنو اسمه شباب، اكتبوا لي بالتعليقات شنو تسمونه هذا الروبيان اوكي. طيب قربنا نحصل ما باقي شيء الحمد لله والشكر، قربنا نحصل ستاك بلوكات دايموند يا شباب. هاي ماتشينا مال كوكا كولا او اله مال كولا شباب، والله مشتهي لي كولا هسه، والله العظيم مشتهي لي كولا شباب. بس المشكله ماكو كولا بماينكرافت. اي موجود كولا بماينكرافت، ليش ليش مخليين هنا اله مال كولا؟ طيب بهاي الماشين شنو او بهاي الاله شنو داخلها؟ دقيقه بس خلي انفلش ان هاي الكميه مال الدايموند، بس اقول لكم شنو داخل هاي الاله. دقيقه ثواني، او بيا امينيمس وحلاوه وشيبس ليز وسكيتلز وهواي شغلات وحركات وحبشكلات، والله العظيم يعتبر شيء من اروع ما يكون يا شباب وبنات. طيب هنا اكو دايموند خلينا ناخذه اوكي. حلو حلو يعني والله الصراحه. طيب هذا شنو؟ محار ما ادري، حبار ما ادري شنو، والله ما ادري شباب. اكلات غريبه عجيبه الصراحه بهذا العالم الغريب العجيب الماينكرافتي. طيب هسه احنا حصلنا ستاك بلوكات دايموند الحمد لله والشكر شباب، ختمنا. هسه كملنا شباب، هسه بس خلي نعوض عليه هذا، نعوض له كابل ستون لان حرامات محله يبقى كذا شباب، يبقى هيك يعني حرامات، خلي نعوض على الاقل بشوي كابل ستون اوكي، حتى ما يضوج كل شوي ابو صاحب ابو المحل اوكي. هسه عوضناه بالكابل ستون الكافي واحنا قدرنا نحصل ستاك بلوكات دايموند. حلو 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 شباب، بما ان احنا حصلنا ستاك بلوكات دايموند يعني هسه وين نروح؟ نروح لذاك عمو محمد اوكي. وين محمد؟ وين محمد؟ بس اهم شيء هسه لازم ينطينا القلعه، والله العظيم اذا ما ينطينا القلعه يمين بالله لا اقتله، مو اقتل ابني. طيب هسه خلي اجيل هذا صديقي محمد. اي اهلا وسهلا محمد، شلونك شلون الصحه؟ الحمد لله وشكر عليك الحال، اذا شلونك شلون الصحه؟ قتلت طفل من اطفالك او لا؟ شنو؟ اقتلك انت والله العظيم واقتل واحد من اطفالي، ايش بيك انت يا الزلم ايش بيك؟ طيب شنو جبت لي؟ جبت لي ستاك بلوكات دايموند؟ اي جبت لك اياه، يلا تفضل هذا ستاك بلوكات دايموند خلصني من عذابك. طيب ارجع لي باكر وان شاء الله راح تلاقي عندي شغلات. بس لا تهرب وتفلت وما الاقيك باكر.
لا 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 راح تلاقيني هنا بنفس المكان اوكي، بس راح تلاقي كل شيء موجود بالمكان المناسب اللي انت تريده اوكي. خلاص شكرا لك. طيب انا راح انام هنا يا شباب، ما اريد ارجع للبيت، ليش اكذب عليكم؟ لان الصراحه ما عندي وقت، ما اريد اضيع وقت. يلا تصبحون على مليون خير اوكي. صباح الخير، واخيرا جه الصبح. هلا محمد، هلا محمد، يلا رجعت لك محمد. ها يلا يلا خلاص خلاص. طيب هسه اللي اريده من عندك لازم انت شنو تسوي؟ اللي اريده من عندك انه هسه انت تروح لوين؟ تروح المكان راح تلاقي بيه القلعة اللي أنا وعدتك اللي وعدتك فيها أوكي؟ طيب وين هذا المكان؟ طبعاً المكان حتى أوديك عليه لازم تجيب لي بروتش بليد هسه أوكي؟ خلاص راح أجيب لك بروتش بليد. طيب شباب لازم ندورنا على بروتش بليد. شلون راح أجيب البروتش بليد؟ مدى أعرف هسه. طيب البروتش بليد ينصنع بحبتين شنو؟ بحبتين خشب أوكي؟ فأني وأنا أروح يا شباب خلي أروح لهذا المكان اللي به هنا هواي خشبايات، واخذ لي بس خشبايه واحده اوكي، على مود شنو اسوي لي؟ على مود اسوي لي براتش بليد اوكي. هسه نسوينا براتش بليد بهاي الطريقه، وهسه صار عندنا براتش بليد اوكي. خلاص يلا هسه وانا اروح لصديقي محمد وخلي لي البراتش بليد واشوف وين راح يودينا اوكي. يلا شباب بنات يلا 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 يلا، تفضل محمد هذا البراتش بليد. يلا يلا احسب من واحد للثلاثه وقمص على هذا البراتش بليد، وان شاء الله راح تروح قدام القلعه اللي انا وعدتك بها اوكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، 3 2 1 ليتس جو. واو يا شباب وبنات والله من صدق قلعه اسطوريه تخبل. يلا يلا خلينا ندخل. او ماي جاد شباب والله من صدق قلعه هايه، بس الارضيه بعدها ما مستويه شباب، لازم احنا نعدلها الارضيه ونخليها من بلوكات. والله صراحه 15 ستاك بلوكات دايما حلال شباب، والله العظيم فشي رهيب شباب، والله العظيم الصراحه صار عندنا مع بيت كلش كلش اسطوري ويخبل اوكي. يلا هسه خلينا. او ماي جاد هنا اكو واي بلوكات مال هذول الاسطوريات، البلوكات الاسطوريات والله العظيم فشي من اروع ما يكون يا شباب بنات. الحمد لله والشكر على كل حال، حرفيا اني هسه اكثر شخص فرحان بالتاريخ اوكي. فماكو مشكله اني هسه خلينا نحط لنا كرافتنج تيبل بهذا المكان، نسوي لنا باب على مود حتى نقدر ندخل ونطلع. اوكي هذا الطابق الثاني راح يكون الابناء ان شاء الله راح نعدله بعدين. طيب وين الباب؟ وين الباب؟ اي وين الباب؟ مو سوينا باب هسه؟ اوكي سوينا واحد ثاني ماكو مشكله، نخلي هذا الباب هنا. يلا هسه شباب وين نروح؟ خلي ارجع لبيتي واروح لوين؟ واروح اجيب لي ابنائي احسن لي اوكي؟ يلا هسه خلي اروح اجيب ابنائي حتى يشوفون القلعه او البيت الجديد مالتهن. اي كوكو لا كوتشي بي يا بنيلا. طبعا اني دميت لعبه الحبار الاسطوريه، اليوم راح اروح للقلعه مالتي واروح اشوف ابنائي. هاي شنو؟ هاي قلعة منو؟ او ماي جاد شباب، طبعا اني هاي القلعة مالتي صار لها اكثر من شهر كامل، وهذول ابنائي الثلاثة، هاي حمدية، هاي ام حمدية، هاي فاطمة. شنو السالفة؟ ايش دا يصير يا شباب ويا بنات؟ منو هذا الورع وجاي هنا؟ والله خليني اشوفه هنا اوكي. بلوكات حراس لعبة الحبار، لا 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 مستحيل هاي يا شباب، مستحيل يجي حارس من لعبة الحبار ويبقى يم القلعة مالتي. أنا ما أريد، أنا أريد أبنائي يعيشون بسلم، يعني الصراحة إذا راح يجون أبناء حراس لعبة الحبار أو أطفال حراس لعبة الحبار راح يصيرون يتعاركون ويا أطفال البنات. والله مو وضعي هاي شباب، لازم انتقم من عدين بأي طريقة شباب وبنات، والله العظيم أنا ما يصير أخليهم كذا شباب، مستحيل هاي، مستحيل اخليهم كذا حرفيا يا شباب، ما اقدر والله ما اقدر. خلاص شباب خلاص راح اقتلهم، والله العظيم راح اقتلهم. طيب اسوي لي سيف؟ لا ما راح اسوي لي سيف. شنو لازم اسوي؟ دقيقه خليني افكر، لازم افكر. اني بنت حراس لعبه حبار، لا بنت يا حراس، يا حراس يا حراس، ايش يصير؟ تلخبطت تلخبطت، لان هذول اشرار، الحراس اشرار شباب وبنات، والله العظيم لازم لازم اشوف لهم حل هسه هسه هسه. طيب جت لي فكره، ليش ما اني اسوي لي شوف 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 هاي الحركه شباب، شوف راح اسوي لي فتح حركه اسطوريه حتى انتقم من هذول حراس لعبه الحبار. دقيقه خلي اكسر لي هاي البلوك. او ماي جاد شباب راح اطول كلش هواي، يلا تنكسر هاي البلوك، بس ماكو مشكله عادي، راح اكسر لي بس هذول البلوكتين ويمين بالله لا اسوي لهم اقوى مقلب بالعالم كله واقتلهم كلهم، لان هسه معروف انه او 100% مو معروف راح يجون ابناء منو؟ ابناء الحراس من لعبه الحبار، وراح يجي حارس لعبه الحبار بنفسه وراح يجون كلهم هنا، فهمتوا السالفه شلون؟ فاني لازم انتقم من عدهن واقتلهن
قبل اول ما يجون راح اسمع انفجار وراه اني اصير كلش فرحانه اوكي. والله اني دمي تلعبت الحبار كلش شريره راح تخلص من عدين الحمد لله وشكر على كل حال. اوكي ماكو مشكله هسه اني هذا كله راح اترسه بشنو بدي انت 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي ترسه تي ان تي ترسه بهاي الطريقه اوكي هسه خلاص كلش كافي هسه هذا خليه هيجي هذا لا بعد هاي لازم شباب هسه اقول لكم لازم كل شغل لازم يكون مضبوط شباب كل شغل لازم يكون ماشي وياه ماشي الحال وياه اوكي طيب هذا هيجي تمام طيب هسه هذا راح نقفله ببلوكات حراس لعبة الحبار دقيقه نجيب لنا بعد بلوك هنا حتى ما تبين او ديرت هنا المفروض تكون ديرتاية اوكي هنا راح يكون الباب تمام طيب هسه يبينا بروتش بليت شباب هسه نجيب لنا بروتش بليت وبراها شنو وراها راح ننتقم حرفيا يا شباب وبنات الحمد لله والشكر على كل حال اوكي راح اخذ لي اني هسه خشبتين من هذا المكان وان شاء الله ان شاء الله راح يكون هذا اخر يوم شنو الحراس لعبة الحبار. والله العظيم انا كلش متحمسه حتى اسمع صوت الانفجار واخلص من عدهن بس ان شاء الله يا شباب البيت مالتي ما يتاذى ان شاء الله شباب وبنات جت لي فكره حتى البيت مالتي ما يتاذى اوكي هسه خلاص سوينا البرج بليت هسه اقول لكم شنو راح اسوي اسوي حاجز على بين بيتي وبيت وباي القلعة على مود شباب لان انتي تعرفونها كلش قوية وراح تسوي لي شوي اضرار للقلعة مالتي فاني لازم اسوي حاجز او جدار اوكي ليفصل بين القلعة مالتي وقلعة حراس لعبة الحبار اوكي بيكون اشي مرة حلو شباب حتى اخلص من عدهن والقلعة مالتي ما تنأذى اوكي اني الصراحة ما اريد يصير ولا مكروه للقلعة مالتي وابنائي والصراحة ما اريد ابنائي يدمجون او يصير لهم اي مكروه اوكي بهاي الطريقة يا شباب بنات احنا كملنا وخلصنا سوينا الحد بين القلعة مالتي والقلعة مالت شنو مالت حراس لعبة الحبار اوكي بعد نكبرها شوي على مود شنو على مود ما يوصل شباب التي ان تي او تأثير التي ان تي ما يوصل لوين ما يوصل للقلعة مالتي مال دمية لعبة الحبار اوكي طيب هسه احنا خلصنا كل شيء خلينا نشوف اوه ماي جاد جدار خرافي شباب جدار خرافي اوكي هساني ما بقي شيء عندي اسوي غير اني اروح انام يلا تصبحون على خير خلي اروح انام يا اطفالي احسن لي اوكي وفي نهايه هذا الفيديو يا شباب اللي يريد معرفه الجزء الثاني وشنو حصل بين حراس لعبه الحبار ودمية لعبه الحبار فلازم هسه كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات حتى ننزل لكم جزء ثاني يعني لا تنسون تتابعوني بقناتي الثانيه اللي راح تلاقون الرابط مالتها تحت بالوصف قربنا مره نوصل 100 الف مشترك واول ما نوصل 100 الف مشترك بقناتي الثانيه راح اوصل لكم او راح انزل لكم شنو الجزء الثاني مال هذا الفيديو ونشوف شنو حصل بين حراس لعبة الحبار ودمية مال لعبة الحبار بس لهنا وصلنا لنهاية الفيديو لايك واشتراك ومع السلامة.